عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جلسة مباحثات مشتركة مع وفد من البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد حاليا. وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد النائب عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، أكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان البحريني والبرلمان الأوروبي. كان الاتفاق على إطلاق حوار غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين حول حقوق الإنسان، واللي بإذن الله تعالى إن شاء الله رايح يشمل نشاطات متتابعة تنعقد في إطار تنفيذ حوار سنوي حول حقوق الإنسان تحت مظلة مجلس النواب البحريني وأيضا الاتحاد الأوروبي. وتم التطرق أيضا إلى العلاقات الاقتصادية ومتانتها بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من خلال التدفقات التجارية والاستثمارات الأجنبية، واللي أكدنا أن من خلال التوجه الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي كشريك طبيعي لمملكة البحرين أن يسهم بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وتنوعها الاقتصادي. واليوم أيضا كانت هناك زيارة لهذا الوفد لحضور جزء من جلسة مجلس النواب الأسبوعية.